ياسين. وي ياسين كي داير؟ صافا مزيان. طاير حسون تحيه غوت ما سمعناكش. غوت تحيه وداري طاير حسون المغربي. قول لك نقدم تحيه للاصدقاء ديالي اللي في اوروبا. نقدم تحيه ديالي تنقدمها للناس كلهم. الاصدقاء ديالي اللي في اوروبا. الاصدقاء ديالي اللي في اوروبا كاملين وجميع المواليه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الجمال الاسود قديرا انتوا انتوا كحلة بارك الله. انتوا كيف كتشوفوا معنا سواد هذيك راه تقدر تبيعها بالدكاره. سواد شي درا ما كاينه المعقول. وتحامر كحليل الجنح راه كحل في واحد في قيمه بيضاء. تبارك الله اللهم بارك. رنا ديك راس الاخ رشيد هذيك بحال هكاك. نقرب هنا شويه نقرب هنا اسماعيل. اجمل جمال ديال الطبيعه وجمالك جمال تبارك الرحمن. تحيه ودانيه صحاب كاع المواليه ومرحبا. والودحه بيضاء هي الودحه بيضاء داخل ارض الوطن وخارج الوطن. الله يبارك الله يبارك الله يسلمك. مرحبا بكم الخوت كاملين. عطينا النمره ديالك. مرحبا. 06 19 04 62 34. الله يسخر اللي بغى الاخ رشيد راه المعقول الكارونتي. اي حاجه خاصتكم حنا كنضمنوا ليه بهاد الحوايج. الله يسخر المواليه. ها انتم ها الكره هنا. الله يبارك. شكرا الاخ رشيد الله يسخر ليه. كي داير مزيان؟ شحال الخير اخويا؟ مية درهم يعني شي على شي يعني ديكوره ونتاوي هنايا. هانتوما الاخوان راه كاين بياسات اللهم بارك نتاوي ديكوره هنايا 100 درهم البياسه. واللي بغى شي بياسه راه يتواصل مع الاخ راه غيخلي لنا النمر ديالو. عطينا النمر ديالك اخويا. 046 48 48 55 40. بارك الله فيك خويا الهلا يخطيك. شكرا. السلام عليكم خويا. السلام عليكم خويا. كي داير صافا مزيان؟ شي بخير. قرا ولا جدر اخويا هذا؟ جدر خويا. جدر. شحال عنده؟ ولد العام. يعني ضرب بدالة. ربينا. اييه. الثمن ديالو شحال اخويا؟ 300 درهم. هانتوما الاخوان. طير في صحة جيدة. اللي بغى يتواصل مع الأخ يخلي لنا النمر ديالو. عطيني النمر ديالك اخويا. 06 76 76 26 88 88. خويا عبد الحق السلام عليكم. يا صافا مزيان شي بخير. الله يحفظك. ياك اخويا اصدر ولا قرع اخويا عبد الحق؟ قرع. قرع ولام. تبارك الله تبارك الله. شحال كتقول في الثمن ديالو اخويا عبد الحق؟ على الخاص اللي بغا ياك. اه مرحبا مرحبا. واش بغيتي دير دابا انت؟ غادي تشحن الكالار يا سيد. رايح حط الكالات. خويا عبد الحق عطيني النمر ديالك اخويا. 06 25 65 86 84. اخوان طير تبارك الله اللهم بارك. واللي بغى راه يتواصل مع الاخ عبد الحق راه يتفاهم معاه يدير معاه الثمن المناسب. شري كاين ياسين
كيهرب ليا هذا ما كيهربش ليا. وي شي هو كيجي عند ضربة الشمس. هذا الجدر الاخ عبد الحق ولا قرع؟ قرع ولا جدر؟ هذا تبارك الله. كل ما لا مهم الاخوان اللي كان جدي وبغى الطويرات مع عند الاخ عبد الحق راه غادي يعيط ليه، راه كما كنخليكم النمره دائما وغادي يتفاهم مع الخاص. تحياتي خويا عبد الحق بارك الله فيك. السلام عليكم خويا. ليه صافا مزيان الله يحفظك. شحال هاد الخير اخويا؟ انت ود كره، انت ود كره ياك اخويا. كنت تيمبراندو تمايا؟ واحد ذكر ولا انت واحد؟ الثمن ديالو شحال اخويا؟ 150. 150 وما تبقى شحال؟ 120. 120 هانتوما الاخوان قياسة في صحة جيدة. الاخ خلنا النمرة ديالو اللي بغى يتواصل معاه. النمرة ديالك اخويا؟ 06 06 75 30 35 26. بارك الله فيك خويا الله يحفظك الله يخطيك. الاخ عزيز السلام عليكم. كيدير اخويا صافا مزيان؟ قول لي اخويا هادو كوبلات ياك اخويا؟ كوبلات. هاد لورونج اخويا شحال؟ هذا كوب لورونج الاخر ديالو 500 درهم. نتوا قلت لك عين حمراء. نتوا عين حمراء تبارك الله، هي هادي اللي كتشاف تبربر. والكوب كوب الموزايك وموزايك شحال دايره؟ هذا كوب الموزايك 800 درهم. 800 درهم الاخر ديالو 700. الاخر ديالو 700 درهم بريفيكس. وبالنسبه لهادو الكورة ياك هادو؟ هادو الكورة 300 درهم. 300 درهم لواحد. وهاد الكالوبسات هذا دريسي 650. 650 درهم. شحال عندو؟ فاس بلون. فاس بلون. فاس بلون. اه. عندو 6 شهور. تبارك الله. دريسي. وما تيقش فيها، دير ليه السنسلة ديالو. اه حيت خارج. ياك. دريسي. سي عزيز عطينا النمرة ديالك. كيدير خويا هاني؟ هاني بخير. اه كالوبسات؟ اه سي عزيز النمرة ديالك اخويا؟ ديالي نعم اخويا؟ النمرة ديالك 06 048 65 30 15. شكرا اخويا. هانتوما الاخوان البياسات ديال بارجي. شحال البياسة اخويا هنا؟ البياسة السي زكريا جملة دوي مع الجملة. الجمله اللي تجمع عندك مرحبا، اللي بغى الجمله مرحبا علاش لا؟ جمله 30. 30 درهم تبارك الله. وانتم الاخوان 30 درهم عند الاخوان. عطيني النمر ديالك اخويا اللي بغى يجي يجمعهم كاملين من هنا علاش لا؟ 072 07 72 83 87 16. تحياتي خويا زكريا. باش كتعرفوا يعني الذكر ديال القماتشو راه كيكون فيه يعني في الستر ديالو الحموريه انتما كما كتشوفوا يعني انقيطات بالاحمر وفي الراس ديالو. النتوار ما كيكونش في هاد المواصفات يعني تبدل في القفازه ما كتبقاش في هذيك التحمر. كتولي يعني واحد بحال السياله هنا بيضاء عريضه في هاد البلاصه هادي يعني كيتبدل حتى في الكسوه ديالو. عندك الحق. اييه وتحياتي شكرا اخويا المرضي الله يحفظك. انتم الاخوان واحد الصديق راه خدا واحد الهزار تبارك الله، هزار مليح. شحال بقى هذا خويا؟ اللهم بارك. هذا خويا كيكون فيه 400 خديته ب 350. 350 350 مكلم 3 سنين داويت لاح ليا الفيديو ديالو صمت ليه. الاخ مصطفى راه مشهور منه يعني معروف هنا في السوق ما يكذبش علينا داك الشيء اللي كاين هو اللي كاين. اللهم بارك. 350 درهم ضارب شحال ضارب من بدالة؟ شي جوج بدالات باين ضارب بدالات. بدالات. اللهم
المهم اللي بغى شي حاجه راه معروف. ها انتم الاخوان مصطفى راه كيكون هنايا وداسه فهمتيني مدريسي. اه راه باين باين كيخاف ما هو كتعطيه الدود كياكل من اللي يدك تخرجوا في الدار دريسه جدالته. شكرا اخويا بالقادي تبارك الله عليك. الله يحفظك اخويا عزيز. لا لا حبك. تبارك الله فيك خويا زيد.